دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. يجوز للمأموم خاصة في صلاة التراويح اللي بيكون بصلي طبعا ورا الإمام إنه يحمل المصحف ويتبع ورا الإمام ينظر فيه، يجوز؟ لا لا لا، هذا ليس من السنة. ليس من السنة. اي نعم. وإن فعل ذلك صلاته جائزة؟ صلاته جائزة. لكن نقول خلاف السنة. اي نعم. Thank you.